والآسيوية، وربما نركز على الدوري القطري، ومع كل واحد ناخذ صورة اللاعب. البداية سعد ناطق، كابتن سامي، تجربة إلى العربي القطري موسم واحد ثم عاد إلى القوة الجوية. نعم، بس أريد الاختصار يعني. لا شوف، إذا أعطيك يعني تقييم فني سعد من النوعيات اللي يلعب يعني قطع، بس قطع يعني يجيد القطع. هناك يعتمدون على بناء اللعب، هو ما يجد بناء، يعني لاعب قوي يلعب بحماس بروحية عالية ويعتمد على دائما قطع، يعني يقطع الكرة. فبناء للعب يحتاج له يعني يحتاج لعمل. احنا اغلب الانديه هنا ما تلعب يعني بناء لعب من الخلف للامام، كله يعني لعبنا كله كرات طويله، فما قدر ان ينجح يعني. انا اشوفه التجربه ناجحه ام غير ناجحه؟ لا غير ناجحه. غير ناجحه. كابتن احمد ابراهيم ايضا بالعربي القطري ومن ثم انتقل الى الدوري. طبعا السعر. احمد ابراهيم لاعب معروف بقدرته وامكانيته، لكن بعض الاحيان لاعب واحد في فريق متكامل، من سوء حظ انه كانت نتائج الفريق غير جيده بذلك نعم الموسم، العربي لم يكن، وبالتالي الفريق مثل ما ذكرت انه الفرق تبحث عن نتائج، لما موسم الفريق غير متمكن بالنتائج يبحثون عن محترفين افضل، لذلك يبحثون عن محترفين من اوروبا. تجربه احمد ابراهيم مع العربي ناجحه ام لم تكن ناجحه؟ لم تكن ناجحه. ريبين سولاقه، الخور، المرخيه، الشحانيه، هم للاسف يعني لعبوا بانديه كل من ضعيفه ونتائجهم كانت النتائج النادي سمين. نتائج سلبيه فمن غير المعقول يعني نادي ينزل للدرجه الثانيه يخلي اللاعبين المحترفين، اكيد يطلع يعني يستغنى عنهم. غير ناجحه طالما هبط الفريق مالته غير ناجح. اذا نفس الكلام يعني حتى سعد ناطق بالموسم اللي لعب به سعد نتائج النادي بصوره عامه كانت سيئه، كان متذيل الترتيب. علي فائز في الخريطيات وهبط لدور الدرجه الثانيه، ايضا النتائج كانت سلبيه، وتعددوا المدربين على النادي اكثر من مدرب، وبالتالي ما كان استقرار فني موجود بالفريق. صار اربع لاعبين عدلكم ولا واحد قلتوا لي تجربه ناجحه، السبب باللاعب ام باختيار النادي؟ الناجحه ولو مرض ناجحه لاعب من يلعب بنادي واحد فت خمس مواسم، هاي تجربه ناجحه. اريد السبب باللاعب لو بالدوري؟ طبعا هو يعني ما حققت غاياته، انت متروح للنادي، النادي ليش جايبك؟ انا هسه كمدرب ليش جايب للنادي حتى احقق له نتائج ايجابيه؟ طبعا فتكون التجربه ناجحه، النادي راح يتمسك بيك. زين، بس انت لاعب ايضا نفس الشيء، اللاعب من اجيبك اريدك تحقق له، مثلا نادي يعاني من الهبوط لازم تخليه بالدرجه الاولى يعني بالدور المحترفين، زين، من خلال ادائك، من خلال تسجيلك للاهداف حتى تبقى انت بالنادي.